في أخبار العلوم والتكنولوجيا، توقعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو أنه يواجه العالم خلال العشر سنوات اللي جايين نقص عالمي في المي. هذا التوقع الخطير كشفت عنه اليونسكو في تقرير سوته قبل يومين بمناسبة اليوم العالمي للمياه. الوثيقة بتتوقع أنه لما توصل البشرية لسنة 2030 رح يواجه العالم نقص عالمي في المياه بنسبة 40%، والمشاكل العالمية اللي عم تتفشى حالياً مثل وباء كورونا كمان رح تزيد وتفاقم هذا الوضع الحالي. وبيّنت المنظمة أنه أزمة الصرف الصحي كشفت مشكلة تزويد السكان بالمياه لتلبية الاحتياجات الصحية، ودليل على هاي المشكلة أنه أكثر من 2 مليار شخص حول العالم ما عم يحصلوا على المي بشكل مباشر. ووضح التقرير أنه العالم ما عم يبذل أي مجهود للحفاظ على الموارد المائية، وبتعتقد اليونسكو أنه لازم يتم تعديل قيمة المي وتطوير مشاريع لاستخدام الموارد المائية بشكل صحي ونظيف لكل سكان العالم. حكت الصفحة الشخصية لمؤسس شبكة التواصل الاجتماعي تيليجرام بافل دوروف إنه مستخدمين الشبكة على موعد مع مفاجأة جميلة. بافل بيّن إنه المفاجأة هي ميزة جديدة رح تنضاف لتطبيق تيليجرام في المستقبل القريب، وهاي الميزة الجديدة على منصة تيليجرام رح تكون متخصصة بالاتصال الصوتي، ورح يقدر المستخدمون من القيام بالمحادثات الصوتية مع عدد غير محدود من الناس. وكانت هاي الميزة متاحة فقط في المجموعات اللي كان يوصل عدد أعضائها ل 5000 شخص، ورح يقدر المسؤولين عن الصفحات والمجموعات من حفظ التسجيلات كملف بودكاست، ورح يقدروا كمان إنهم يشاركوا بالنقاشات الحية والحوار والندوات. وبحسب مؤسس المنصة فإنه الميزة الجديدة رح تظهر في التحديث الجديد القادم في المستقبل، وبتحاول تيليجرام كمان إنها تقدم ميزات دائمة ومتطورة لمستخدمينها اللي شهدوا تضاعف أعدادهم في بداية سنة 2021 بعد أزمة واتساب. كشفت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بحث بيحكي عن مستقبل الأرض وكيف رح تنتهي حياتنا على وجه الأرض، لأنه إحنا كنا بحاجة نكد. دراسة بتبين أنه حرارة الشمس رح ترتفع بشكل كبير في الفترة الجاي، يعني إحنا عم نحكي من هون لمليار سنة حسب البحث. هذا الإشي رح يخلي الحياة كلياتها تنتهي. كيف؟ توقعت الدراسة أنه الأكسجين رح يختفي من الغلاف الجوي بسبب ارتفاع حرارة الشمس. هاي العملية رح تسبب تفكك وتعطل ثاني أكسيد الكربون في الهواء، وهذا الإشي ما رح يسمح للنباتات إنها تكون قادرة على إنتاج الأكسجين، وبهاي الطريقة رح الحيوانات كمان تتدمر، أولاً لأنه ما رح يكون عندها نباتات تأكلها، وغير هيك ما رح تكون قادرة إنها تتكيف مع التغيرات اللي عم تصير في غلافنا الجوي. رح تنجو البكتيريات اللي ما بتستخدم الأكسجين أو الكائنات البدائية اللي بتتخبى في الظل فقط، وباقي الحياة عليها السلام.